معركة كسر العظم تدور أحداثها في الضالع فمنذ أكثر من شهر والميليشيا تحاول اجتياح المحافظة بعد أن وجهت كل ترسانتها العسكرية نحو جبهة القتال في المحافظة لا يمكن فهم هذه المعارك التي تدور رحاها وفق روتين الحرب اليومي بل إن السعي لفرض استراتيجية جديدة وتغيير في موازين القوى وأماكن السيطرة هو ما يجعل من الميليشيا تدفع كل هذه التكلفه الباهظه مقابل كل متر من الارض تحاول اجتيازه. التطورات الميدانيه في الجبهه تقول ان قوات الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه استعادت زمام المبادره وحققت تقدما كبيرا في مدينه قعطبه وسط معارك عنيفه تمكنت خلالها من دحر الميليشيا نحو الاطراف. وبحسب مصادر ميدانية فإن منطقة حبيل الفلاح ومستشفى السلام باتت تحت سيطرة قوات الجيش وأن المواجهات تدور على امتداد الطريق الرابط بين قعطبة والفاخر. لا توجد أرقام مؤكدة حول خسائر المعارك الأخيرة باستثناء ما ورد عن مقتل وجرح العشرات من الميليشيا وخمسة من قوات الجيش الوطني. لكن انعكاس المعارك على حياه السكان احالهم الى نازحين ومهجرين في اشد الحاجه الى المساعدات الاغاثيه العاجله. نعاني من الفقر، نعاني من المستشفيات اللي حنقوها يعني لا علاج لا غذاء لا حاجه الان ما فيش معنا اي ماوى ولا شيء اين المنظمات؟ اين الناس؟ ليش ما يشوفونا؟ او يعني يعقبوا الى وضعنا ذلك ما تخلفه الحرب وهذا ما أتت به الميليشيا لسكان الضالع في شهر رمضان الفضيل